السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عبد العزيز الربيعي، جريدة عكاظ. سؤالي: تدخلت وزارة الحج والعمرة في إحالة إحدى الشركات المقصرة في إسكان بعض الحجاج إلى التحقيق، ما هي نتائج التحقيقات؟ وهل هناك أو تم رصد حالات مماثلة؟ السؤال الثاني: الخيام المطورة، هل هناك نية بزيادة العدد في السنوات القادمة؟ شكرا لك. شكرا. طبعا السؤال الأول، زي ما صرحت في المؤتمر الإجازة الصحفي اليوم الأمس، هذه القضايا هي منظورة لدى اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات وتطبيق اللوائح والتنفيذات، لكن وزارة الحج والعمرة مباشرة من خلال فرق المتابعة الميدانية تتخذ جميع الإجراءات التصحيحية واتخاذ الإجراء المناسب لضمان تقديم الخدمة لضيوف الرحمن. تفضل. السلام عليكم. عادل بابكير من صحيفة البلاد. مع تواصل النجاحات، ما هي خططكم للتعجل في منى وطواف الوداع في المسجد الحرام؟ وهل تم رصد تجاوزات من قبل شركات الطوافة؟ طبعا جميع الخطط هي موضوعة ومخطط لها مسبقا مع جميع الجهات ذات العلاقة والعاملة في منظومة خدمات ضيوف الرحمن. توجد لدينا منظومة إلكترونية محكمة ومقننة معتمدة على جداول تفويج بأوقات زمنية محددة لضمان انسيابية وحركة الحشود في التنقل، سواء في مختلف المراحل من مشعر منى إلى مشعر مزدلفة إلى مشعر عرفات، وانتهاء بعملية رمي الجمار وأداء طواف الإفاضة. طبعا جميع هذه المنظومة الحمد لله يوجد التزام عالي جدا من شركات الطواف وغيرها من مقدمي الخدمات، ودورنا اليوم في وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في ضمان تطبيق هذه المنظومة وتحقيق راحة وأمن وسلامة الحجاج بإذن الله تعالى. بهذا نصل لنهاية الإجازة. شكرا لكم، يعطيكم العافية.